أنا بكلمكم دلوقتي من مطار شنغهاي. مطار شنغهاي، في مطارين في شنغهاي، مطار اسمه شنغهاي خوشياو تقريبا، والمطار الثاني اسمه شنغهاي بودونغ. بودونغ ده المطار دولي كبير قوي، ده خوشياو ده مطار لحد ما محلي شوية، بس بوريكم شوفوا روعة المطار، شوفوا الامتداد ورايا قد ايه. اللي هنا المناطق بتاعت البوردينج او بتاعت التيكت، بتاعت التيكت مش البوردينج، بتاعت التيكت. لو شايفين ورايا حرف سي، في قبليه حرف بي، في قبليه حرف ايه، وبعدين شايفين دي منطقة اسانسيرات ورايا، في ورا كده منطقة المطاعم كلها، ورا كده في منطقة المطاعم، ده شكل دائري. انا بحاول الفلكوا الكاميرا على قد ما اقدر. في برضو ريست ورا هنا، اعتقد شايفين هنا في كافيهات، منطقة كافيهات موجودة. في هنا تكملة المناطق بتاعت التيكت، الكاونترات بتاعت التيكت كلها، ده شكل دائري كده. هنا كده اللي هيخش يعمل تشيك ان، اللي هيخش بعد ما ياخد التيكت ويعمل تشيك ان بيخش جوه هنا، وبعدين يخش على البوردينج. مطار سيمبل وسهل ولذيذ خالص. احنا في الدور الثالث، ده بتاع الديبارشر المغادره، في الدور الثاني اللي هو بتاع الوصول، في الدور الارضي اللي هو تنزل على الباص والتاكسي والسابوي اللي هو المترو. انا بحييكم من مطار شنغهاي، احد مطارات شنغهاي الاثنين، انا موجود في واحد فيهم، مسافر من شنغهاي لكوانجو.